علاش لدينا اللغة الصحفية؟ لدينا اللغة الصحفية في قناة أهل المنتدى مسألة أخلاقية. وين وصل الملف بعد 6 سنوات؟ الملف قضايا اليوم معنا قرابة 6 سنوات، وين وصل الملف قضايا؟ مانيش باش نذكر تعرفوا بعجالة إلا بعد الثورة وحتى من قبل الثورة. ملف المفقودين طرح ما قبل الثورة ولكن طرح بإلحاح بعد 14 خاصة في الموجات الكبيرة اللي عطتها البلاد للهجرة غير المنظمة اللي خاصة الأشهر مباشرة بعد 14. منذ ذلك التاريخ طرحنا لما تطرح مسألة المفقودين للهجرة غير المنظمة طرحنا 3 نقاط. انطلاق من تجربتنا السابقة وانطلاق من تجارب كل الحركات اللي عرفتها بتاع الهجرة غير المنظمة في عديد المناطق. طرحنا المطلب الأول لجنة تحقيق. لجنة تحقيق لأن عندنا قناعة لجنة تحقيق هي الكفيلة الوحيدة بإعطاء إجابات العائلات حول مصير المفقودين. طرحنا مسألة الإحاطة الاجتماعية وطرحنا مسألة الإحاطة النفسية بأمهات المفقودين. منذ ذلك التاريخ، منذ الدراسة الأولى اللي عملناها بعد في 2011 وتحركات العائلات التحركات بتاعها والمطلب الوحيد بتاعها كان ضرورة إيجاد لجنة تحقيق وإعطاء إجابة حقهم الأدنى إنه إعطاء إجابة حول مصير أبنائهم. العائلات وصلت لمرحلة أعطيني إجابة مقنعة سواء ولدي حي ولا ميت، قابل الإجابة مهما كانت الإجابة. يعني نفسيا قادرين يقول لك اعطيني نتيجه تحقيق جدي شنو مصير ولدي؟ صحيح. هذا هو طالب العائله، طالب في حد ادنى تحت. الملف هذا قعد يتراوح نتيجه ضغط العائلات ونتيجه عشرات الاعتصامات والمسيرات و و و الى اخره، تم في النهايه اقرار لجنه تحقيق. هاتت في الراد الرسمي بامر رئاسي بتاريخ 1 جوان. نسمع بعضهم. بتاريخ 1 جوان تشكلت اللجنة هذه. في أكتوبر أول اجتماع للجنة. من مختلف وتتكون اللجنة من مختلف الوزارات اللي عندها علاقة مباشرة بالملف هذا. هنا نحب نفتح قوس. المكونين تاع اللجنة من ممثلي الوزارات صدقا خدموا خدمة. موظفين في الدولة وحبوا يساعدوا الملف. على مستوى ايجاد قاعده البيانات، حكايه البصمات، حكايه الاديان، حكايه الاستماع بعض قضاه شرفاء للاستماع للعائلات الى اخره. الملاحظه الاولى بتاعنا واحنا عضو في اللجنه، اولا دوريه الاجتماعات، مش تبعوا بعد شهرين ثلاثه الا ما نقول لهم يا ودي وينكم. بعد 4 ولا 5 اجتماعات اخر اجتماع مع السيد محمود الرضوان وزير الشؤون الاجتماعيه. الاجتماع اللجنة تفهمنا على جملة من النقاط حول تحول وفد من اللجنة برئاسة الوزير، لأن طلبنا الوزير يكون حاضر لابليكاسيون تاع الحكومة التونسية. طلبنا مسائل تقنية، مسألة البصمات، مسألة الأديان، مسألة كذا، ومسائل تقنية. ومنذ ذلك التاريخ آخر اجتماع مع محمود بن رمضان ما عندناش حتى إجابة. آخر اجتماع في 2 جوان. لا 2016. ضاع الوقت في لحظة راني نسمع بعض. نسمع بعض ما يعيشكم. ضاع الوقت نسمع بعض ربي لحظة. ضاع الوقت في النقاشات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ضاع الوقت في تشكيل الحكومة وما نساش تستنين. كي تشكلت الحكومة في إعادة هيكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية قلت ما تابعني الملف. وزارة الخارجية قلت ما تابعني الملف. تصوروا مرسوم هبط في الراد الرسمي رئاسي تشكيل لجنة في الأخير الدولة والحكومة كيف تتعاطى مع هذا الملف؟ هذا اللي ما عنديش. آخر حاجة بعثنا مراسلة بدي شارجة يا رمضان نوزعها بعد. وزير الشؤون الاجتماعية يا ولدي قلنا نقبل ممثلي العائلات تحكي معهم طول. اسمحهم وضحوا لهم شنو مآلهم، قولوا لكم الملف ما عادش متلفتين له، قولوا رانا تبناكم عليكم، رانا لعبنا بيكم، رانا مشيناكم وجبناكم. اليوم دولة تتعاطى مع ملف اللاجئين بهذا الشكل.
انا قلت بوضوح بصراحه وكلمت وكلم باسم منتهى المنتدى. الاشاعات قتلت العائلات. الاشاعات والكلام قتل العائلات. ها ولادكم وين؟ ها وكذا، ها وكذا، ها وكذا. في مرحله من المراحل القضيه الاعلى نبعدوا عن الملف. وخر قلنا لك تشكلت اللجنه برا ندفعوا. اليوم قلكم بوضوح وبصراحه الملف المفقودين عند العائلات. العائلات اللي تتحد والعائلات اذا ما تعطت وقت على شدعين نهار الاربعاء الاجتماع تجمع كامل كل العائلات الجمهوريه المفقودين تاع الجمهوريه. الملف عندكم انتوما راه تبنكوا علينا كل الحكومات. الملف مشي وجي عند كل الحكومات وراه حتى اللجنه بالرغم قلنا بالك اللجنه على الاقل في نهايه المطاف اذا يقع عمل جدي تعطيش اجابات وتنهي المعاناه تاع الامهات ويتسكر الملف هذا. لكن للاسف وقلت لكم في الاول الموظفين كانوا جديين حبوا ولاد يعني ولاد الشعب التونسي الموظفين حبوا يقدموا خدمه. الموظف تاع وزاره الداخليه خدم خدمه جديه، القضاة خدموا خدمه جديه، لكن في نهايه المطاف القرار السياسي والحكومي ما تماش. الاعضاء خدموا اما القرار حول كيفيه هالمعطيات هذه والتفاوض مع الجانب الايطالي والتحول الى الجانب الايطالي مفقود. واليوم اللي بالحق شيء توقفوا كيفيه التعاطي اليوم لا فما اجابه لا مآل اللجنه ولا مآل من الفضائل. وطلبنا موعد من 11 اكتوبر على اساس يقبل بعض ممثلي العائلات يوضحوا له يعطيهم اكسبليكاسيون يا درا باش تواصلوا يا درا الملف انتهى يا درا اللجنه انتهت يا درا كذا. ما عندناش حتى اجابه. وك علاش انا اليوم نقول لكم بكل صدق راهو الكره في ملعب عائلات المفقودين. نتجاوزوا خلافاتنا نتجاوزوا كل شيء لانه تذكروا كنتوا تعطوا بالمئات اللي هو الى جابت اللجنه. وراه اليوم اذا الناس العائلات ما تطرحش بحب وتلتف كل العائلات وقع علاش انا بالنسبه لنا دعينا الى يوم الاربعاء الى تجمع قدام وزاره الشؤون الاجتماعيه. والكلمه علاش ما نحبش نطول الكلمه نحب نعدها لممثلي العائلات والعائلات هما على الاقل في لقاء مع الاصدقاء والصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الحضور.